هلا هلا يا هيبة السادة والوارث من أجداده صولة حيدري. هلا يا هيبة السادة والوارث من أجداده صولة حيدرية. ترهب طبقة جفونه صلى الله على عيونه هز الغاضرية. موت الأحمر علي 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 موت الأحمر علي الأكبر موت الأحمر علي الأكبر يا علي يا علي يا علي. الله عرف تكليف عدد ما يخيف جبل توصيف علي تعريف المحمد أشبه الناس ضربهم راس في راس عوج بصدورهم طاس شطر عادل شطرهم صعب ميل حرم ما يأبد ما ينلزم ما يذبحهم رايح وجاي مثل حمزة سطرهم مثل حمزة سطرهم محمد أشبه الناس ضربهم راس في راس عوج بصدورهم طاس شطر عادل شطرهم صعب ميل حرم ما يأبد ما ينلزم ما يذبحهم رايح وجاي مثل حمزة سطرهم الله علي الأكبر هو الأكبر من عند الوجود أصغر أبو نفس الأبية يتعبون لي وصفونه شال الطف على متونه غير هاشمية أو غير هاشمية. العلي الأكبر هو الأكبر من عند الوجود أصغر أبو نفس الأبية تعظون لي وصفونه شال الطف على متونه غير هاشمية أسد هزبر أسد هزبر علي الأكبر الله يا علي. هلا يا هبة السادة والوارث من أجداد حيدرية ترهب طبقة الزهراء وخادم علي الأكبر علي عويس الشوالي. الله وجه رحماني نبض رباني نطق قرآني رمح عدناني رمح عدناني اين سر فوق الزلم صار تخير منهم خياري لك طروس الكبار فلا فالنظر بته الهرب من ضيم يمنى يطيح بنار يسرى عقوبة حسين خلاه للي خالف كلمته عقوبة حسين خلاه للي خالف كلمته والله نسهر فوق الزلم صارت خير منهم خياري لك قطروس الكبار فلا فالنظر بته هرب من ضيم يمنى يطيح بنار يسرى عقوب حسين خلا ليلي خالف كلمته ليلي الله 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 لو سولف ويا حسين مدني ما رفع عينه لو سولف ويا حسين
دنك ما رفع عينه رفعوا عالقضية بيده السيف لو شاله عيد وشايل هلاله بيده السيف لو شاله عيد وشايل هلاله وانواره بهية أصلا كوثر أصلا كوثر يا علي شباب شباب ليلتك هلا هلا ليلتك هلا هلا يا هبة السادة علوية درر قدسية سوار مكية شدد مقضية شدد مقضية شهر خطفهم بساعة يضرب دفنا بالقاع بسفينة والد أشراع عرف موج الحقيقة دماء الهاشم تفور شراسة مطرزة بنور قلايد سيفة للحور أبو الطعنة الدقيقة أبو الطعنة الدقيقة يشوهم خفضهم بساع ليضربة دفنا بالقاع بسفينة والد أشراع عرف موج الحقيقة دماء هاشم تفور شراسة مطرزة بنور قلاد سيف للحور أبو الطحنة لدقيقة أبو الطحنة لدقيقة علي بالمعركة عجوب ما حد يشبه اسلوب نفحة كوثرية أنيق بكل تفاصيل أشجع فارس بجيل سود القالبية علي بالمعركة عجوب ما حد يشبه اسلوب نفحة كوثرية أنيق بكل تفاصيل أشجع فارس بجيل سود القالبية ويتم ويتم اختم علي لكم الله يا علي هلا 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 يا هبة السادة لاطيم غضب أنا قادم غضب أنا قادم بعقيدة للسلم هاد مخطط عرش وابعاد نموت يعيش سجاد لأن به الإمامة أبونا بالخيام ضام علي بركب تسلام جمعة بين الأيام ولا تلوق الزعامة ولا تلوق الزعامة بعقيدة للسلم هاد مخطط عرش وابعاد نموت يعيش سجاد لأن به الإمام أبونا بالخيام ضام علي رقب تسلام جمعة بين الأيام ولا تلوق الزعامة ولا تلوق الزعامة شكرا لله خلاني أضحي عن علي الثاني من أهل المنية
شكرا لله خلاني مضحي عن علي الثاني من علي المنية. إذا تكليفي ما حسمة توقع شجرة العصمة وتضيع القضية فاس وانسى فاز وانصر علي الأكبر يا علي هلا 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 يا هبة السادة والوارث من أجداد صولة حيدرية تره بطرقة تشفون صلى الله على عيون مسجد الأضرية موت رسل ناخيته العريش حبصيته العريش حبصيته يجبرها تصيح صابين دخيلك رجع حسين نسينا المهرب منين فلا نحمل عذاب عليكم قالع البوب والأكبر قالع قلوب جحيم من الله مصبوب سقر وانفتح بابه سقر وانفتح بابه جبر تصيح صابين دخيلك رجع حسين نسين مهرب منين فلا نحمل عذابه عليكم قالع البوب والأكبر قالع قلوب جحيم من الله مصبوب سقر وانفتح بابه اي سقر وانفتح بابه مو بس فقط ذلاهم باسه ورجله خلاهم مو بس فقط ذلاهم باسه ورجله خلاهم اكبر نشفيه اجا وانفضت الوادم جايب راس بن غانم للعتره هديه ويتعذى ويتعذب يا علي هلا 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 يا هبة السادة